سوماكان هي شركه حديثه الولاده، يعني تم تاسيس ديالها عام 2023 تزامنا مع المعرض، مع النسخه 15 للمعرض الدولي للفلاحه بمكناس. هذيك هي كانت البدايه ديالنا. شركة سوماكان حصل على جميع التراخيص من الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المعروفة اختصارا بلانغاك. العام الفايت بدينا بتجميع الفلاحي مع التعاونيات، يعني التعاونيات الفلاحية اللي هم مرخص لهم أيضا وعندهم تراخيص من الوكالة ديال لانغاك. بدينا العام الفايت بما مجموعه 150 هكتار، يعني 12 كوبيراتيف، 12 تعاونية، وما يزيد على 250 فلاح. من هذه التعاونيات هادو كانوا 10 في تاونات، وحده في الحسيمه، وحده في الاقليم تاع الشاون. هذا العام هذا ديما في اطار التجميع الفلاحي طلعنا شويه على يعني لا سوبرفيسي ديالنا 500 هكتار تقريبا الدوبل، بما يزيد عاوتاني على 600 فلاح، وواحد تقريبا ما يزيد على واحد 20 كوبيراتيف. كنشطوا الاكثريه في جهه تاع تاونات بزاف، شويه تاع الحسيمه، وشويه في جهه تاع الشاون. وبيان سور كناكدوا ان هاد جميع هاد الفلاحه هادو هما حاصلين على الرخص القانونيه من الوكاله الوطنيه ديال القنب الهندي المعروفه اختصارا بلانغاك. المحصول ديال العام اللي فات اللي هو تقريبا كان واحد المجموع ديال الشركه ديال سوماكان بوحدها، واحد المجموع تقريبا ديال البيوماس سيش ديال واحد 65 طن. هاد ال 65 طن ديال البيوماس سيش استطعنا هذا العام هذا اننا نقادو بها، يعني خدمنا مدة تاع عام استطعنا اننا نخدموا بها واحد المستخلصات تجميليه و دي كومبليمون اليمونتير لاول مره. وفي هاد النسخه 16 كانت مفاجاه لينا، ولاول مره في المغرب غيتم ترخيص المنتجات القنب الهندي انها يعني تكومرسياليزا في المغرب. حنا كان عندنا تراخيص ان نكومرسياليزيوها خارج المغرب، ولكن كانت لينا مفاجاه، ومفاجاه زعما مزيانه انها يتم ترخيص لها، انها تم الترويج لها داخل المغرب. لوغ لي برودوي اللي عندنا هما تقريبا دابا كاينه 33 برودوي، فيهم لي برودوي كوزميتيك اللي هما لي شامبوان، ابخي شامبوان، لي كريم بجميع الانواع ديالهم، لي كريم دو جور، لي كريم دو نوي، مجموعه تاع المواد. وبالنسبه لي كومبليمون اليمونتير عندنا مجموعه تاع لي كومبليمون اليمونتير اللي كتكون من 22 كومبليمون اليمونتير اللي فيها لي يعني صالحه لحريق الراس، الناس اللي عندهم مشكل تاع التنفس، الناس اللي عندهم مشكل تاع البروستات، يعني كيعاونهم انهم يتجاوزوا ذوك المحن ديالهم. يعني الناس اللي عندهم السمنه باغيين ينقصوا شي شويه بيغ دو بوا، الناس اللي عندهم مشاكل تاع الهضم، الناس اللي عندهم مشاكل، يعني مجموعه تاع المكملات الغذائيه اللي صالحه، الناس اللي باغي تغولاكسا، الناس اللي عندهم مشكل تاع النوم. غير هي كنبقاو ديما في واحد الاطار قانوني انه هاد المواد هادو اللي تعرف هاد المواد هادو خاليه من الماده اللي كتسبب لا دروغ. هادي ماشي مواد اللي كتسبب لا دروغ، الماده اللي كتسبب لا دروغ هي واحد الماده اللي كتسمى تي اس سي، واللي حنايا ما عندناش الحق اننا نخدموا بها، يعني على حسب القانون 1321 اللي جات به الدوله المغربيه ما عندناش الحق اننا نخدموا بها. بطبيعه الحال حنا دخلنا واحد الزريعه اللي هي هجينة اللي دخلناها من سويسرا اللي كتستوفي جميع الشروط اللي طلبها الوكاله الوطنيه لتقنين يعني الانشطه المتعلقه بالقنب الهندي، اللي هي لو طو ديال تي اس سي انفيغ 1%. وهاد المواد هادو كاملين التجميليه ولي كومبليمون اليمونتير اللي خدمنا بهم هما حاصلين على الرخص ديال لونسا وديال مديريه الادويه والصيدله، يعني مدير يعني الصحه. الوغ لي بري غادي نعلنوا عليهم ان شاء الله من مور المعرض الدولي للفلاحه، اللي غادي يكونوا دي بري زعما عاديين، يعني باش الناس ما يتخلعوش. ما نقدرش نقول لك دابا فهمتيني، حنا في ليطار ديال لي زيتود، ولكن ما نقدرش نقول لك، يعني على حساب غادي نديروا دي بوان دو فونت ديالنا ان شاء الله كشركه نتاع سوماكان، باش يكون المنتوج، نعم في المغرب كامل، باش يكون المنتوج ما يكونوش فيه لي زانترميديير باش ما يغلاش هذاك البرودوي. حنا بغينا ان هذا البرودوي هذا يوصل للمواطن المغربي ويخدم به ويعجبه، وغادي يكونوا اثمنه يعني موالمه، ما غاديش يكونوا اثمنه زعما باهظه ولا شي حاجه، لا غادي يكونوا اثمنه موالمه كمثيل ديال الاثمنه اللي الناس كيشروا بها لي برودوي العاديين لي شامبوان وهذا، يعني عادي، يعني راه الناس عارفين الاثمنه تقريبا غادي يكونوا في هذيك لاكارت.